بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مطبخ موت ايه ده، هنعمل مع بعض النهارده لبس الرمان بطريقه سهله وجميله جدا زي ما احنا شايفين. ده قوامه هنعمل مع بعض النهارده بكل سهوله. طبعا دبس الرمان معروف بفوائد كبيره جدا في المطبخ، وكمان فوائد كبيره جدا للجسم. ان شاء الله هكتب لكم في الديسكريبشن فوائده للمطبخ وللجسم، عشان لو قعدت اتكلم محتاجه ساعات اتكلم فيها عن فوائد دبس الرمان. من استخدامات دبس الرمان في المطبخ، بنستخدمه في تتبيل اللحوم سواء بيضة أو حمراء قبل شويها، وبنستخدمه كمان في الكفتة والكبدة، وكمان بنستخدمه في المحاشي المختلفة، وجميل جدا بيدي طعم رائع جدا ومميز لمحشي ورق العنب، وكمان بنستخدمه كبديل للخل والليمون على السلطات. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. كيلو من الرمان بغسله كويس جدا من الخارج، وبعد كده ببتدي افصصه بالطريقة دي. بنقطع الرمان وبعد كده بدب على القشرة الخارجية بسباتولا، بتتفصص معايا بكل سهولة. بنضربه في الخلاط بدون اضافة مية ولا اي شيء، وبعد كده بنصفيه. بيبقى عندي كده عصير الرمان، وبعد كده بجيب عندي نص كوباية من عصير الليمون ونص كوباية من السكر، يفضل سكر بني، لو مش متوفر عندي بستخدم السكر الابيض. وبجيب كوب معياري بستخدم لكل لتر من عصير الرمان، بستخدم له نص كوباية من عصير الليمون ونص كوباية من السكر، ده المعيار لكل لتر عندي من عصير الرمان. طبعا لو حابة تعملي لتر 2 لتر فهتستخدمي كوباية من عصير الليمون وهتستخدمي كوباية من السكر. طبعا هنعاير برضو قدامكم كده عشان يبقى ظاهر ازاي بنعاير. اي حاجة عندك حجمها لتر، كوباية، دورة، عندك ازازة بتعايري بيها كده كمعيار كمقدار. بنبتدي عندي انزل بعصير الرمان في الحلة كده، وبعد كده بضيف عليه السكر وعصير الليمون. طبعا طريقة عمله في البيت سهلة جدا وبرضو ما بتاخدش وقت وغير مكلفة، مش زي ما نشتري برضو من بره، وحاجة مضمونة وما فيهاش اي مواد حافظة زي ما احنا شايفين كده. طبعا السكر بيدي طعم مسكر وتسكيرة جميلة كده للدبس، وكمان عندنا الليمون بيدي مزازة اكتر للدبس، فبيدي طعم غني جدا وجميل جدا. بنبتدي نرفعه على النار ونقلبه كويس جدا بحيث يدوب السكر والليمون مع عصير الرمان، ونبتدي نسيبه يغلي. طبعا اول ما بيغلي بيبتدي تتجمع لي ريمة كده، تكون ريمة على الوش، نبتدي نشيل الريمة دي اول باول بحيث ان يبقى عندي عصير الرمان عندي صافي كده، لون احمر صافي. كل ما بتظهر ريمة بشيلها، وطبعا بياخد عندي على النار من 30 لـ35 دقيقة بيكون استوى. وطبعا هنشوف مراحل تسويته، هنعرف ازاي نستوى بمراحل كده هنظهرها لكم، هظهرها لكم بحيث ان احنا نعمله صح ويطلع معانا ناجح. اول عندي ما يغلي كده واشيل الريمة اول باول. هنا جبت سباتولا عشان برضو تشيل اكتر كده. طبعا فوائد دبس الرمان ليه فوائد كبيرة جدا برضو للبشرة وللشعر وللنقرس، ومفيد جدا في الهضم ومفيد جدا للكوليسترول. بيستخدموه الناس اللي بتعمل دايت، بياخدوا معلقه كده على ميه دافيه على الريق، معلقه كبيره على كوبايه ميه دافيه، جميل جدا للكوليسترول. هنا عندي بعد ما عدى حوالي نص ساعه زي ما احنا شايفين كده ابتدى يتقل والقوام ويتقل وكمان اللون يغمق. بعد المرحله دي بحوالي 3 دقايق هتلاقوا عندكم ان الحله كلها بقت عباره عن ريم. هنا كده المرحلة دي ان الدبس معايا كده استوى، دي المرحلة اللي لازم توصلي لها عشان يبقى الدبس معاك استوى. ونسيبه يبرد ونقدمه. طبعا بنخزنه في برطمانات ازاز متعقمة كويس جدا ومتجففة، وبنبتدي نحفظه في التلاجة، بيقعد معانا من السنة للسنة زي ما احنا شايفين كده، قوامه في منتهى الجمال. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما ننساش لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.